شكرا على التغطيه ديالكم الاعلاميه ديال هذا الصباح، ديال النشاط ديال هذا الصباح اللي كيتعلق بافتتاح ديال 18 المركز الصحي، سواء في المجال القروي او في الحضري، واللي داخل في اطار هذا الاصلاح ديال المنظومه الصحيه اللي بغى صاحب الجلاله، وكذلك تقديم الخدمات ديال القرب. انتم كتشوفوا ان ما كاينش الفرق ما بين يعني التاهيل ديال المركز الحضري على المستوى القروي او المستوى الحضري، كل شيء بحال ما كاينش الفرزيات، وهذا غادي يقدم خدمات جد مهمه اولا بطريقه عصريه، لان جميع المراكز كلها فيها الرقمنه، وكتوفر على ملف طبي رقمي اللي يمكن يخول المريض انه يستفيد من العلاجات جميع المنشات الصحيه. وحنا غادي بالتدرج ان شاء الله حتى نستوفيو هذا العمل ديال الرقمنه على المستوى الوطني، والحمد لله دابا على المستوى الوطني كاين دابا حنا في اطار ديال يعني لا بلاتفورم دو انتروبيرابيليتي. انتم كتشوفوا ان جميع المهنيين هما يعني ناشط يعجبهم الحال في هذا، لانه كيعبرهم تزيد من انتمائيه ديال القطاع، وكذلك المواطنين اللي غادي يكونوا عندهم استقبال في اطار ظروف جد جيده، ونردوا هذاك المفهوم ديال السبيطار ديال الحومه اللي كنفتقدوا ليه، لانه السبيطار ديال الحومه هو اللي كيعرف المشاكل الصحيه ديال الناس اللي ساكنين في يعني في ذاك الكارتي، وغادي يخلي كذلك نردوا ذاك الثقه يعني في المؤسسات العموميه وفي الخدمات العموميه ان شاء الله. شكرا لكم.